مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم، دايما منورنا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. طبعا عارف ان انتوا كل اللي بيشغلكم مباراه الترجي غدا ان شاء الله، ان شاء الله بكره، يعني نفرح كلنا بعد فوز الاهلي ان شاء الله ان شاء الله يا رب، وبدعواتكم واللعيبه تبقى على قدر المسؤوليه مع الكابتن حسام بدري ان شاء الله يفرحونا ويفرحوا جمهور الاهلي كله. هقول لكم شويه اخبار قبل ما ندخل في التفاصيل. زي ما حضراتكم عارفين واحنا معودينكم ان النهارده بيكون في فقره للصحافه وفقره كمان علشان نتكلم على مباراه الاهلي والترجي بكره ان شاء الله. فقره الصحافه ان شاء الله هخلصها لكم او هنتكلم فيها ونخلصها بعد الاخبار، وبعد كده نتكلم عن ماتش الترجي ان شاء الله. يعني زي النهارده الأهلي بيفوز بالبطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة عام 96 بعد تغلبه على فريق الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف. هفكركم كده، انتهى الشوط الأول في المباراة بالتعادل 1-1. تقدم للأهلي مجدي طلبة، كابتن مجدي طلبة النجم الكبير في الدقيقة الثالثة، وتعادل الرجاء بهدف لاعبه صلاح الدين بصير اللاعب المغربي الكبير في الدقيقة 29. وفي الشوط الثاني سجل هادي خشبة الهدف الثاني للأهلي عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 51، وأحرز النجم وليد صلاح الدين الهدف الثالث قبل نهاية المباراة. إن شاء الله يكون فال حسن علشان مباراة بكرة إن شاء الله. كمان زي النهاردة الأهلي يفوز على الزمالك في الجولة الخامسة لدوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا عام 2013 بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على استاد الجونة بالغرداء. أكيد طبعا دي ذكريات لا تنسى من ذاكرة جماهير النادي الأهلي، بس بفكركم يعني زي النهاردة تقدم الزمالك مبكرا عن طريق عمر جابر في الدقيقة الرابعة. دي الأهداف قدام حضراتكم، هو عمر جابر كان بيحرز هدف الزمالك الأول، ثم تعادل وليد سليمان بعد 5 دقائق بالظبط. خليني ماشي معاكم، في الدقيقة 15 تقدم الأهلي بهدف أحمد عبد الظاهر لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف. في الشوط الثاني، يلا نروح للشوط الثاني، عزز الأهلي تقدمه بهدفين سجلهما النجم الكبير محمد أبو تريكة، يا ساتر، وأحمد فتحي الهدف الرابع. ما تجيبوا لنا الجون ده تاني يا جماعة كده نتفرج عليه تاني. أحمد فتحي الهدف الرابع، يعني نجوم كبار وحشونا جدا جدا جدا. قبل أن يسجل نجم نادي الزمالك ده الهدف أهو الجميل، بصوا تاني، يعني طبعا الجميل عايزانا نعيد الهدف ده مثلا تاني. ان شاء الله بكره يعني قنبله ابو تريكه النجم الجميل، والكعب طبعا كعب عالمي طبعا، بس يعني عشان ابو تريكه وحشنا بس يا جماعه، فامير القلوب طبعا. احمد فتحي كمان جوانه طبعا اللي هي الخارقه اللي في الدقايق اللي ما تتصدقش. يعني قبل ان يحرز النجم احمد حسن، طبعا نجم مصر نادي الاهلي ونادي الزمالك، نجم الجميل احمد حسن الهدف الثاني لنادي الزمالك. دي المباراة انتهت بأربع أهداف مقابل هدفين ليرتفع حين ذاك رصيد الأهلي لعشر نقاط ويضمن الصعود نصف النهائي، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 نقاط ويودع البطولة رسميا. حصد الأهلي لقب البطولة هذا الموسم بعد فوزه على أورلاندو، أكيد طبعا فاكرين في المباراة النهائية. بنفكركم بالأهداف وبنفكركم بأبو تريكة، بنفكركم بالنجوم الكبار، إن شاء الله يكون يعني حصل على النادي الاهلي بكره ان شاء الله هذه الاهداف. ده كان زي النهارده. نروح لاخبار النادي الاهلي، كابتن حسام البدري الترجي بيقول الترجي كتاب مفتوح وقادرون على اسعاد الاهلاويه، يا رب يا كابتن حسام. قال حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي ان تنظره وان الفريق ينتظره مواجهه مهمه غدا السبت امام الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، لافتا إلى أن مواجهات الفريقين عادة ما تتسم بالقوة، خاصة أن كل فريق يعتبر كتاب مفتوح للفريق الآخر. البدري أشار في المؤتمر الصحفي إلى أن حسم التأهل إلى الدور نصف النهائي سيكون في مباراة العودة في رادس إن شاء الله، وأن الجهاز الفني واللاعبون يدركون أن مواجهة الترجي ستكون على شوطين، أحدهما في برج العرب والآخر في تونس إن شاء الله. أعرب البدري عن ثقته في قدرات اللاعبين على تحقيق الفوز في مباراة الغد، مشيرا أن الجميع متحفز للمشاركة وإسعاد جمهور الأهلي،
واكد انه ينتظر دعم جمهور الاهلي في مباراه الغد وان يكون عاملا محفزا لتحقيق اللاعبين نتيجه ايجابيه قبل خوض مباراه العوده في تونس. اكيد يا كابتن حسام طبعا الجمهور متعطش لحضور اي حاجه نادي الاهلي. لو قبل كده قلنا لو في دوره رمضانيه هتلاقي الجمهور مالي الشوارع والارصفه اساسا. فتخيل بقى مباراه كبيره زي مباراه الترجي غدا ان شاء الله. اعتقد ان الجمهور كان نفسه يملى الاستاد، لكن طبعا يعني مفيش حاجه في ايدينا، وان شاء الله الامور ترجع تاني للطبيعي، وان شاء الله طبعا الموجودين ال 20,000 او حتى ال 5,000 بيبقوا زي ما يكونوا 200,000 مشجع اهلاوي. الاهلي بيرتدي زيه التقليدي امام الترجي، اصفر الاجتماع الفني لمباراه الاهلي والترجي في ذهاب دور ربع النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا عن ارتداء الاهلي لزيه التقليدي في مباراه الغد ان شاء الله. يخوض الاهلي مباراه الغد والتي تقام على ملعب برج العرب بالقميص الاحمر والشورت الابيض والجوارب الاحمر. يستعد الاهلي لمواجهه الترجي في الساعه 7 من مساء غد السبت في دور ربع النهائي الذهاب طبعا في دوري ابطال افريقيا. كابتن حسام بدري عقد محاضره فنيه قصيره مع اللاعبين قبل المران اليوم على الملعب الرئيسي ببرج العرب. شرح فيها البدري للاعبين في المحاضره الفنيه الخطه التي سيخوض بها مباراه الترجي غدا ان شاء الله، ويستعد الاهلي لمواجهه الترجي في دوري ابطال افريقيا. يا رب تكون خطه يعني تجيب المكسب بكره ان شاء الله، مكسب مريح كمان. 90 دقيقة تعيد اكتشاف الترجي امام الاهلي قبل موقعة الغد. يواصل الجهاز الفني الاهلي بقيادة حسام البدري جلساته مع اللاعبين لاكتشاف نقاط القوة والضعف الموجودة داخل صفوف فريق الترجي التونسي قبل مواجهته غدا ان شاء الله في ذهاب دور الثمانية. البدري لجأ الى المباريات الست التي خاضها النادي التونسي على ملعب برادس وخارجه في دوري المجموعات او في دور المجموعات وقبل التأهل لدور الثمانية، وهي فيتا كلوب الكونغولي وسان داونز الجنوب افريقي وسانت جورج الاثيوبي. وخصص البدري 15 دقيقة لكل مباراة من المواجهات الستة التي خاضها الترجي في دور المجموعات لإعادة اكتشافه ومحاولة الوصول للثغرات ونقاط الضعف التي تضمن الفريق الأحمر الفوز في موقعة الغد قبل موقعة رودس. دي كانت يعني أهم تصريحات الكابتن حسام البدري، إن هو بيفرج اللعيبة على فيديوهات كتير، وطبعا الكلام ده يا جماعة يعني كلام محترم جدا وكلام مطلوب جدا. أنت تعرف يعني كل عيوب وكل نقاط القوة والضعف لفريق الترجي. فريق الترجي طبعا اكيد الجماهير الاهلي كمان مذاكراه كويس قوي، فريق يمتلك خط وسط وخط هجوم قوي جدا جدا جدا، لكن عنده ثغره دفاعيه ان شاء الله الاهلي والكابتن حسام بدري يستغلوها احسن استغلال بكره ان شاء الله. ده كانت اخبارنا عن النادي الاهلي واستعداداته، وان شاء الله يعني يبقى معانا هنحاول ان شاء الله نجيب امير هشام من فندق الاقامه عشان يقول لنا اخر اخبار معسكر الاقامه واي حاجه جديده بتحصل عشان نكون معاكم لحظه بلحظه ان شاء الله. الاستاذ عماد وحيد بيقول الاهلي لم ولن يعادي الدوله. عماد وحيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي قال ان المهندس هشام حطب. انا عايز بس اجيب لكم يعني ايه مفهوم الدوله. يعني قبل ما اقول لكم الخبر عايز اقول لكم يعني ايه مفهوم الدوله في القانون. يا جماعه الدوله هي مجموعه من الافراد، يعني احفظوا الكلام ده عشان لما يتقال ان الاهلي بيعادي الدوله يعني يعني كبيره قوي. الاهلي هيعادي الدوله كلها يعني ما يعني ازاي يعني في اشخاص بتعادي الدوله لكن الاهلي ما بيعاديش الدوله. الدوله هي مجموعه من الافراد يمارسون نشاطهم على اقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة. يعني النظام السياسي اللي بيتفقوا عليه ده بيتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية والتي تهدف إلى تقدمها وإصدارها وتحسين مستوى حياة الأفراد فيها. ينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول وإن اختلفت أشكالتها وأنظمتها السياسية. تاني هقول لكم تاني، الدولة هي مجموعة الأفراد يمارسون نشاطهم على إقليم
جغرافي محدد يخضعون لنظام سياسي يتولى شؤون الدولة وتشرف الدولة على أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية والتي تهدف إلى تقدم وإزدهارها وتحسين مستوى حياة الأفراد. دي مفهوم الدولة، للي مش عارف يعني إيه مفهوم الدولة. مع احترامنا طبعا للجميع، ممكن يكون التعبير بيخون الأفراد في بعض الأوقات، لكن يعني لازم طالما الكلام طالع من مسؤول كبير زي المهندس هشام لازم يكون الكلام كله في مكانه. يعني الأهلي إعادة الدولة صعب جدا. الأهلي لما بينتقد موقف معين أو موقف لجنة أولمبية اتخذته، ده اللجنة الأولمبية ما بتمثلش الدولة كلها. الدولة زي ما قلنا هي يعني نظام اقتصادي سياسي رياضي أيا كان بقى الأنظمة اللي بتشملها الدولة، ومجموعة أفراد مش ممثلة في يعني قطيع معين. عشان كده الأستاذ عماد وحيد قال الأهلي لم ولن يعادي الدولة. الأستاذ عماد وحيد تاني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي قال المهندس هشام حطب وصف موقف الأهلي المدافع عن حقوقه وعن حقوق الجمعية العمومية في إقرار لائحة النادي الخاصة بأنه موقف معادي للدولة، وهو أمر يدل على عدم إدراكه ما يصرح به فيما دخل الدولة في المنازعات الرياضية. فما دخل الدولة في المنازعات الرياضية أسف. يعني تصريح فعلا كبير قوي. ايه اللي دخل الدوله فعلا في المنازعات الرياضيه؟ الكلام بين الاهلي واللجنه الاولمبيه، نبعد الدوله عن الكلام خالص. واضاف الكلام على لسان الاستاذ عماد وحيد، اضاف ان رئيس اللجنه الاولمبيه عليه مراجعه نفسه في هذا التصريح، لان الدوله لديها من التحديات السياسيه والاقتصاديه والامنيه لحمايه مصالح الشعب وحمايه مقدراته ما يحول بينها وبين تدخلها في امور تتعلق بلوائح رياضية. أشار عضو المجلس الأهلي أن الأهلي لديه وجهة نظر محددة، ولا يستقيم أن يصرح رئيس اللجنة الأولمبية بأن وجهات النظر القانونية أمر يتعلق بخلاف مع الدولة. وأوضح عضو مجلس إدارة الأهلي أن الهدف الأساسي من إصدار قانون الرياضة الجديد هو تحرير الرياضة المصرية من التدخل الحكومي، فكيف يتأتى لشخصية المفترض أنها تقود الرياضة المصرية أن تصرح بمثل هذه التصريحات؟ والأقدر به بعدما مر على انتهاء أولمبياد ريو دي جانيرو ما يقرب العام أن يلتفت إلى النهوض بالاتحادات الرياضية، وهو الغرض الأساسي للجنة الأولمبية لصناعة البطل الرياضي بدلا من المناظرات وندوات اللائحة الاسترشادية التي فرضها أو التي رفضتها جميع الأندية وعلى رأسها نادي سموحة الذي هو في نفس الوقت رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب. واندهش عضو مجلس إدارة الأهلي مما أثير بأن النادي الأهلي سيلجأ لتصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية، ده الموضوع كبير بقى، التي تترك سلطة اتخاذ القرارات لكل مؤسسة حكومية أو رياضية، كما أن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من النادي الأهلي وإدارته. كلام كبير قوي بصراحة. يعني يا باشمهندس هشام، يعني الأهلي يعني هيعادي الدولة إزاي؟ الأهلي دولة أساسا جوه دولة، والأهلي دايما يعني مش عارف أقول لك إيه بصراحة. يعني الأهلي دايما في ظهر الدولة في أي حاجة. الأهلي هيعادي الدولة؟ الأهلي بمؤسساته بجمهوره بكيانه بأفراده بإداراته المختلفة، ده الأهلي يعني بنقول الأهلي الوطنية. يعني الأهلي عاد الدولة؟ كلام بصراحة يعني أعتقد أنه هو خانك التعبير في هذا التصريح، وأعتقد أن الأستاذ عماد وحيد رد مقنع جدا، وأكيد هنناقش الكلام مع ضيوف الكرام، أستاذ حسن خلف الله الناقد الرياضي بالأهرام، والأستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الأهرام الرياضي. هنناقشهم بعد الفصل.